كنت حابب هدي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده وأقول له كل سنة وأنت طيب يا ريس وربنا يقويك. كل حاجة في الدولة بتتغير خلال ال7 أو 8 سنين اللي فاتوا، كل حاجة تقريبا اتغيرت. كمان في شغل كتير بيتم في كل البنية التحتية للدولة، في مشاريع بتقدم جميلة جدا زي مشروع حياة كريمة. احنا فعلا في جمهورية جديدة، كل سنة وسيادتك طيبة يا ريس وربنا يقويك، ودايما تقدم ودايما نشوف مصرنا أعظم دولة في العالم.